ملك قال انت ما عندكش قلب يا اخي. ايه اللي حصل؟ كده علي كده علي خلصت التودو. يا علي ما انا كنت جعان يا علي. وانا قلت لك اللي بحبه. اقعد اقعد. احنا لازم كلنا نتفتش، اكيد اكيد وسط الحادثه واحد لقطه كده ولا كده. احترمي نفسك يا ست انت، انت بتتكلمي ازاي؟ ده انت مراه بواب. خد خد هزك فيا كله بيهزك. بص مراتك بتقول ايه؟ شفت شمتت فينا عبده كاستور ده؟ استاذ عبده احترم نفسك يا ولد، انت مراه بواب. اقسم برب العزه وعز الجلال الله في نص ساعة لو ما طلعت الموبايل ده لاجيب لك وشك ست قطع. في حدا يا مخمر؟ لا مفيش مفيش، ده انا بس كنت عايزه يعلمني ازاي احول زبدة الجاموسة جبنة مثلثات. هتقول لها فيه؟ مفيش حاجة يا عم. اروح اشوف الموبايل. روح حرايق. انا ميرسي 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 بجد، انت فعلا حد رجالي قوي. الله يخليك. استاذ صح انا حد رجالي، في مني بني برباط. لا انا قصدي ان انت جد قوي. لا استاذ انا جد بس خاطر العالم دي ما تاخدش عليا، انما انا مع النسوان عاسم. اقول لك نكت، بقول لك مره واحده سعيديه. ما خلاص يا عم هشام. طب اقولها لك اما تمشي بقى. عارفه يا مازمازيل انا ربنا اداني كل حاجه الا رقم تليفونك. الا قولي لي يا ست هانم، هو حضرتك كنت رايحه شغل دلوقتي؟ لا انا كنت مروحه. نعم مروحه البيت الساعه 7 الصبح. سبعة الصبح مروحة؟ سبعة الصبح يا علي مش بتشتغل ايه دي؟ اكيد ما دام مروحة سبعة الصبح تبقى اكيد ممرضة. ليه بس كده يا علي تسيء الظن بالناس؟ ما ممكن تكون شغالة رقاصة يعني. والله ممكن، ممكن مثلا تكون رقاصة وبتدي حقن. ممكن يا علي ممكن. اصل انا كنت سهرانه عند مهند. في الشقه ولا في المسلسل؟ طب كلمني بعدين بقى. لا انا كنت سهرانه عند مهند في شقته. ودي في الحلقه الكام؟ اقسم بالله اكسر الموبايل، اقسم بالله. على فكره مهند ده يبقى ابن عمتي. قولي والمصحف. بس 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 لقيت الموبايل. الحمد لله يا هانم فلوسك حرام. امسك يا هانم، واحد اتنين تلاته. بسم الله ما شاء الله حيدك مرزقه قوي، ضاع واحد جه تلاته. طب ده كده مش هيتصل. ليه ناقص حته؟ تعالي تعالي يا بنتي اتصلي من عندي انا، من هنا الدقيقه بخمسه جنيه. لا تعالي اتصلي من عندي والدقيقه باربعه جنيه. ايه ده يا علي؟ طب عليا بقى الدقيقه بخمسه جنيه. طب عليا انا بتلاته جنيه. طب بالعند فيك يا علي بقى اديها بخمسه جنيه. طب اديها ببلاش وتعالي وخدي 10 جنيه. حرام عليك يا عم علي وعلي الاستغلال ده هو، ده وليه لسه طالعه من وسط الحادثه. خلاص بقى يا جدعان خلاص انا هحلها يا جدعان، خد اختي كلمهم من عندي، كلم امك بقى تجيب ونش وترفع العربيتين دول عشان اشوف اكل عيش، وحددي لي معاها ميعاد. بقول لك ايه يا اختي؟ انت بتؤمني بالحب من اول حادثه؟ بص اصل انا مش حافظه رقم مامي. حافظه رقم امك قال عشان الباقه بقى؟ حافظه انا حافظ رقم امك. تعالي تعالي. ما دي امها اللي هي ام هناء عارفها؟ لا دي امها ام شيرين يا علي. يا عم ام هناء وانا مسجل نمرتها عندي في الاجنده بتاعتي. لا يا علي انا مسجل نمرتها ام شيرين في الاجنده بتاعتي. ام هناء يا عم تعالى اوريك الاجنده وانت تتاكد بنفسك. وريني يا سيدي. تعالى تعالى. انا مش حافظه رقم مامي لان انا كنت مسجلاه على الموبايل. ما انت غريبه يا ست. هو ده الجديد يا بلد التقليد. ايه يا عم؟ هو ده بقى بيتك بقى اللي انت مطلع عينين عليه من الصبح؟ عمر ياما. ايوه يا دو ده البيت بتاعي يا. انت اسمك ايه؟ انا اسمي اللول. اسمك اللول؟ ايوه اسمك اللول. هات يا عم حساب التوك توك. ايه دي؟
دي التيك توك. تيك توك؟ اه التيك توك. انت فلاح؟ اه. لا ده شيفروليه. دي شيفروليه؟ ايوه. ازاي يا ده الشيفروليه كبيره؟ مش في سامسونج كبير؟ اه. وفي سامسونج صغير؟ اه. دي شيفروليه الصغيره. دي سمارت يعني؟ ايوه. يا ولاد الذين عاملينها صغيره عشان الزحمه؟ طبعا. عبار يا ما اسمها مصر يا ابني مصر. اه ده انتوا عالم فاضيه بقى، ما وراكوش شغل تقعدوا تقولوا مصر مصر، انما احنا بناكل نص الكلام. يعني احنا مثلا نقول يا احمى يا محمد خو فين يا ابني حرف الدال يا ابني؟ يا دي افهم يا ما احنا نقول يا احمى وفي الدال افلق على الغيطه اشوف اكل عيش. يا سلام. اه امال انت اسمك ايه؟ محمود. اشمعنى دي قلت فيها الدال؟ يا دي افهم يا ما انت عشان قريب مني، انت عارف انت لو بعيد شويه هتقول لي يا محمود. صدق انت عيل عاه. انا عيل عاه؟ طب لو راجل كملها عبيط. انا عبيط واهبل وهتتلف بالجزمه. مات. طب اقول لك امشي من هنا يا بدل مقلبك زعاف. انت بتمسك شعري؟ اه امسك شعري. ربنا انا اضربك. ايه ده؟ انت بتضربني؟ اه ايوه اضربك. انا مش هضرب، انا هاذيك في اكل عيشك. لا اهو. لا اهو اضرب كمان وكمان هطلع لك في كل مكان. بس 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 خد خد تعال تعال يا اسطى دباني تعال تعال يا اسطى يا اسطى تعال استنى. ايه مش عارف تسوق؟ تعال يا اسطى هتضيع وقت. يلا يلا يا حبيبي يلا يلا. والله انا مكتوب لي الشقه معاك يا حبيبي. يلا يلا خبرته في امها. بس 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 ماشي يا ولاد اللذين. يلا يلا روح هاكو اضحكت. يلا يلا يا حبيبي استنى. يلا يلا اضحكت. يلا ايه ناقصين تعب احنا وفرهضة على الصوت. اجي خد يا حبيبي تعال. ايه اهدى يا ما بجيكت. ايه الطفل السمش ده؟ اهدى. ماشي ماشي. ايه اللي مهما معزه واقفه قدامي؟ ماشي ماشي. ايه ماشي. انت طيب يا دم خيمر انت يا الله يخليك. طيب والله بس انا نفسي افهم حاجه. اني وانا طالع وانا نازل بلاقيك قاعد تحت على دكه، انت شغال ايه؟ اني المهندس اللي باني العماره دي. ماشي جدع يا انت بقى اللي عندي بقالك شهر طالع نازل، الناس تقول لك يا بروفيسير يا حلال المشاكل، وكل اللي اعرفه عنك انك جوز فكيها، انما انت شغال ايه؟ سرماطي جزماجي يعني. اه طب انزل يا جزمه امسح رجلي. انا امسح رجلك انت عبيط؟ ايه دي؟ دي رجلي. دي رجلك؟ امال دي ايه؟ عليا النعمه رجلك انضف من وشك. ايه دي بتضربني على قفايا؟ ايه ده قفاك؟ آه. امال دي ايه؟ لا ليا في القفشات السريعه. عمار يا ما عمار يا ايه؟ يا ما لا قول يا مصر بدل امن الدوله ما يخليك تكملي. مش احنا مش في وقت ضحك ده. ماشي. انت يا هشام بتسرق ايه يا هشام؟ واد يا هشام انت عبيط. انت هتعمل لنا فيها هشام الحرامي ايه؟ اموا مش هنقول. انت اصلا شرماتي اصلا ما هتعرف تعمل حاجه. اموا بس 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 هو ده هشام اللي بتشتمه مش ده اللي عم تمدح فيه؟ انا اشتمه بمزاجي بس هو في الحل وفي المشاكل بيحل. خلي بالك انا صدرته في خمس مشاكل حلهم لي. ده يحل مشاكل؟ ده بيقول نص الكلام يا عم. انا بدخله في نص المشكله. طب
طب بص يا عم البروفيسير، قول يا. احنا عندنا مشكل دلوقتي. قولها. في عربيتين طقشوا ببعض قفلوا لنا باب العماره. ونجم الحادثه دي الست الاموره دي. بس انت ايه رايك في المشكل دي؟ بص رايي بكل بساطه يا، محدش خد باله ان العربيه الثانيه ممكن يكون راكبها بني ادم مثلا مش جن. انت بتتكلم فيش، انا قلت لك ده اول دفعته محو اميه ما حسدتنيش. ايوه بيتكلم صح. تعال نشوف، تعال نشوف ياد بسرعه. يا ده يا ايه ده؟ يلا بينا جدعان، يلا بينا. ده مغمى عليه، ده اوفر دوش، شكله شرب ياما قوي. لا يكون مات، شكله مات. والله ما قتلتوش، ما عملتش حاجه. انت عبيط يا ما، يمكن عايش. صح يمكن عايش، امال ايه المشاعر الفياضه دي؟ لا لا هو اكيد عايش، لان انا شفت صدره طالع نار. لا يبقى بيلعب ضغط، عايش عايش. ايوه بكره عنده بطن. خد تعالى يا، تعالى هنا يا، تعالى. عايز ايه يا عم؟ تعالى هنا يا، يلا روح انده الاسعاف. طب ما اتصل بيهم بدل المشوره وغلاوة امك وشها. يا دول في الشارع اللي ورانا يا، متضايق ولا؟ طب اقول لك خد شريط الترامادول ده ياثر عليك المشوار. احلى مسا عليك يا وشها، في ثواني الاسعاف تكون عندك. يلا احلى مسا وشها. ماشي بقول لك ما تخليني اعمل اي حاجه، واديني شريط عمرو دياب الجديد. شفت الايام؟ لا والله انا سمعت، اللي يسمع غير اللي يشوف. طب اقول لك على حاجه، خد دي طلعها الفاكهه فوق. يا سلام عز الطلب، جاي لك يا فاكهه. كده كله مشي، ما فضلش غير البت بهانه دي. امشيها ازاي يا مشاه بهانه؟ ايوه تعالي 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 يا بهانه بسرعه يا بيه، تعال. نعم. روحي هاتي شاي مليجي اللي بيروح ويجي. عندي دو. عندك دو؟ بتعجزيني. طب روحي هاتي حشيش افغاني. عندي دو. افغاني؟ ايوه. معايش بفره. عندي دو. انت فاتحه دولاب؟ اعمل لك ايه؟ ايه يا بنت في ايه؟ طب اقول لك على حاجه؟ ايه؟ عارفه جوزك مخمر ده؟ ايوه. بيخونك. مخمر بيخوني؟ مع مين؟ مع مراد. وانت عارف؟ ما الاتنين زومبي اصلا ما يتخافش منهم. اني هعمل لهم ايه؟ يعني ما فيش في قلبك نحراره يا بيه؟ ايه دي؟ ايه؟ ايه دي يا بيه؟ ما خدتيش بالك من الجرح العميق دي؟ ده جرح عميق؟ جرح عميق، ده عايش شاش وقطن ومخرخرو. ده؟ ومش بعيد كمان نسفرها تتعالج في لندن. يلا يا بنت روحي بسرعه، روحي هات شاش وقطن ومخرخرو. مين هيحاسبني؟ انا هحاسبك يا اخي. ماشي. عندي دو. ايه دي؟ اهلا وسهلا، اهلا بيكي. اهلا بيك. اهلا اهلا، لا حول ولا قوه الا بالله. اسم حضرتك ايه؟ انا فاطمة كردي. محمود الجحش. عندي غيط قصب ومعزتين وجاكيت شتوي. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. طب بقول لك ايه؟ انت شكلك بنت ناس يعني وطيبة، انت ايه اللي خلاكي تخشي شارعنا عكسي وتعملي حادثة؟ بصراحة؟ انا كنت بكلم في الموبايل. وبعدين كنت بكلم واحدة صاحبتي. ياه. وهي كان عيد ميلادها. كل سنة وهي طيبة. فبعدين قالوا لي يا فاطمه. ايوه. طفي معانا الشمع يا فاطمه. اسمعي كلامهم يا فاطمه. لسه هاهو. ايوه. العربيه ولعت. حرام عليك، انا لسه ولد ما تفتحش عينيا. طب بقول لك ايه يا فاطمه؟ ايه؟ واللي يحل لك الموضوع ده يعني تعملي له ايه؟ هعمل له كل اللي هو عاوزه. كل اللي هو عاوزه؟ كله. طب اقول لك عيد الحادثه تاني بس اخد دفعه. انا كنت بتكلم في التليفون. كنت بكلم واحدة صاحبتي. ايوه. كان عيد ميلادها. كل سنة وهي طيبة. وبعدين قالوا لي يا فاطمة. ايوه. ما تطفي معانا الشمع يا فاطمة. ايوه. لسه هاهو في العربية ولعت. عمار يا ما. طب بقول لك ايه يا بت يا فاطمة؟ انت دخلت قلبي على فكرة. ثانية واحدة. كده يبقى دخلت الشارع صح ودخلت قلب. ميرسي قوي، ربنا يخليك. عمار يا ما. الحاجه هي يا استاذ محمود، القطن والشاش والمكركرو. ايه يا بنت كل ده؟ يا بنت كبرت الموضوع. واقول لك على حاجه، بتتمسح بالايد عادي اهي. وده عامل فيه ايه؟ دخل ايده. استاذ محمود انا رحت للاسعاف، قالوا لي مش ولا من هنا ولا غرفه، ده احنا رايحين مشوار مع المطاف. بذمتك انت رحت الاسعاف؟ لا انا وصلت لغايه رمسيس وما قدرتش اكمل. جدع يا، جدع يا. يا استاذ محمود، يا استاذ محمود. تعال يا مخيمر تعال. وديت الاكل لمرتك والاربع رجاله اللي عندي اخذوه. ربنا يسترها على الاربع رجاله دول، والله بترعب من فاكهه دي. صح. عندك حق. ايه ده يا؟
ده الراجل اللي في العربية التانية بسرعة يا لهوي. يلا بينا يلا.